حبايبي الحلوين، ننتقل إلى صفحة 174. نفتح صفحة 174 وتابعوني وياي. الدفع والسحب، تختلف حركة الأشياء بحسب مقدار قوة سحبها أو دفعها. الشيء الخفيف يحتاج إلى قوة صغيرة لتحريكه، أما الشيء الثقيل يحتاج إلى قوة كبيرة لتحريكه. يزيد الدفع أو السحب من سرعة الشيء المتحرك. عندنا احنا دائما قلنا حبايب الحلوين، درسنا احنا قوة الدفع وقوة السحب. قلنا دائما الشيء الخفيف دائما يحتاج إلى قوة صغيرة، الشيء الخفيف يحتاج إلى قوة صغيرة، أما الشيء الثقيل يحتاج إلى قوة كبيرة. مثلا أنا عندي هسه هذا الكتاب، حتى أدفع هذا الكتاب قوة دفع احتاجت قوة صغيرة بإيدي، دفعته سهل التحريك لأنه شنو يكون خفيف، احتاج قوة صغيرة. أما إذا أحرك سيارة فشنو راح أحتاج؟ أحتاج إلى قوة كبيرة لتحريكها، لأن السيارة شو تكون؟ تكون أثقل، فتحتاج إلى قوة كبيرة. مثلا هنا عندي بالصورة هذه، عندي هذا الحصان يسحب هذه العربة، الحصان يسحب هذه العربة. إذا شنو القوة هنا الموجودة؟ قوة سحب. الحصان ايش يسوي للعربة؟ يسحبها. هنا أنا عندي بالصورة الثانية عندي شبكة صيد الأسماك، هذه الشبكة ايش يسوي الصياد؟ يسحبها باتجاهها. إذا شنو القوة اللي مؤثرة عليها؟ قوة سحب، يسحبها باتجاهها. عندي هذه هنا أنا الأولاد يلعبون كرة قدم، كرة قدم شنو القوة المؤثرة على الكرة؟ قوة دفع، يدفعوها الكرة، يدفعها إلى زميلة ومن ثم إلى زميلة الآخر. ننتقل حبايب الحلوين إلى مراجعة الفصل. أولا أصل كل مفردة بالصورة المناسبة. عندي أربع صور، وعندي الحركة، الموقع، السحب، الدفع. شنو المفردة المناسبة للصورة أني أوصلها؟ عندي الحركة، الحركة وين أوصلها؟ أوصلها إلى السيارة، وكنا السيارة تتحرك يا أما بخط مستقيم أو متعرج أو دائري حسب الطرقات. إذن الحركة أوصلها إلى السيارة. عندي ثانيا هنا الموقع، الموقع وين أوصلها؟ إلى صورة الحصان. هذا الموقع هنا الحصان دا يغير الموقع مالته، دا يعبر الحاجز، دا يعبر الحاجز ويجتازه، فإذن الموقع مالته دا يتغير من مكان إلى آخر. أما الصورة هنا المربع الثالث السحب، أوصلها إلى هذه الصورة لأن هذا الولد جدي يسحب، دا يسحب هذه العربة، فإذا شنو القوة المؤثرة؟ قوة سحب، دا يسحب العربة. أما المربع الأخير الدفع، أوصلها إلى الصورة الأولى، هذه الصورة هذا الشخص دا يدفع هذه العربة، إذا القوة المؤثرة هنا قوة دفع. إذا هذه الصورة قوة دفع، أوصلها إلى الدفع. هذه الصورة صورة السيارة، الحركة أوصلها إلى المربع الأول الحركة، وقلنا تحرك السيارات بحسب الطرقات يا أما بصورة مستقيمة بخط مستقيم أو متعرج أو دائري حسب الطرقات. هنا الصورة صورة الحصان دا يعبر الحاجز، إذا الموقع أوصلها إلى الحصان. أما هذه الصورة الأخيرة هي السحب، شنو القوة المؤثرة على العربة؟ الولد جدي يسوي للعربة، دا يسحب العربة باتجاهها.